السلطان القاسمي يشهد حفل اختتام أيام الشارقة المسرحية. شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفل ختام أيام الشارقة المسرحية في دورتها 26، وذلك في قصر الثقافة. وأثنى صاحب السمو حاكم الشارقة على مستوى العروض المسرحية المقدمة في الدورة والقضايا التي تم طرحها من خلالها. بعد 26 سنة حق علي أن أقول شكراً لأبنائي وبناتي الممثلين، للفنيين، للكتاب، للمخرجين. بعدها تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم الأعمال الفائزة في الدورة 26 من أيام الشارقة المسرحية، كما قدم سموه الجوائز للفائزين بجائزة الشارقة للتأليف المسرحي في دورته الأولى. زار سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، جناح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في معرض البحرين الدولي للكتاب. استمع سموه خلال جولته إلى شرح من أحمد الهدابي مدير إدارة المكتبات بالوزارة عن محتويات الجناح من أعمال إبداعية وثقافية بمشاركة 6 جهات ومؤسسات ثقافية إماراتية. وتشارك وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في المعرض بقرابة 500 عنوان من الإصدارات والإبداعات الشابة والترجمات الخاصة بالوزارة، إلى جانب الكتب والمطبوعات التي تقدمها المؤسسات الثقافية المشاركة بالجناح، علاوة على الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض. قالت إعمار العقارية إن الاستعدادات جارية لافتتاح مشروعها الثقافي والفني الجديد دبي أوبرا في وسط مدينة دبي، وكشفت عن برنامج استثنائي من العروض العالمية التي ستنطلق في وقت لاحق من العام الحالي، بما في ذلك عروض الأوبرا والباليه والفنون الكلاسيكية والمسرحيات الموسيقية والحفلات الغنائية العربية والعالمية والعروض الكوميدية والسينمائية والأنشطة الترفيهية العائلية وحفلات الروك والجاز والبوب. وتعتبر دبي أوبرا أول مسرح متخصص ومتعدد الأغراض للفنون الأدائية في المدينة، وتتكامل في المشروع مزايا المسرح ذي المنصة المقوسة مع قاعة الحفلات الموسيقية، بالإضافة إلى منطقة منبسطة معدة لاستقبال الفعاليات على مساحة 2000 متر مربع. استقطبت فعاليات معرض دبي للصورة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي 1000 زوار على مدار 4 أيام خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس، والذي قدم خلالها ما يزيد على 850 صورة توازي بروعتها مقتنيات المتاحف في حي دبي للتصميم. وقدم معرض دبي للصورة الذي تولى تنظيمه جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي بدعم من منظمة التصوير العالمية أعمالاً ل 129 مصوراً من 23 بلداً، والتي تم اختيارها من قبل 18 مقيماً فنياً مرموقاً في متحف مؤقت تم تشييده خصيصاً لهذا الغرض تحت قيادة رئيس المقيمين الفنيين زيلدا شيتل. واستمتع الزوار بمشاهدة مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها للمرة الأولى من مقتنيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهي صور للإمارات قبل قيام الاتحاد تعود إلى 60ات القرن الماضي، وأخرى تعود إلى فترة 70ات بعد قيام الاتحاد. وشهد المعرض سلسلة من الجلسات الحوارية إضافة إلى منتدى دبي
للصورة 2 الذي وفر منصة نقاش لطرح وبحث المسائل المهمة في ميدان التصوير الفوتوغرافي. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة جلسات الدورة 3 من ملتقى السد الخليجي الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة في 14 مارس، ونظمته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة أبوظبي. وناقش الملتقى خصوصية السد الخليجي في مجالي الرواية والقصة القصيرة، كما عرض للتجارب الرواد في مجال الرواية والقصة. وكرم خلاله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان رواد الرواية الخليجية كمبادرة من دولة الإمارات تحدث لأول مرة في دورات الملتقى في إطار دعمها للإبداع والمبدعين الخليجيين. كما أقيم على هامش الملتقى معرض خاص بإصدارات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إضافة إلى احتفاء خاص برواية الشهندة التي كتبها راشد عبد الله النعيمي في نهاية 70ات القرن الماضي كأول رواية إماراتية.